ولمزيد من المتابعة وللاقتراب أيضا من تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انطلاق نايل سات 301، ينضم إلينا مباشرة من مدينة فلوريدا الأمريكية موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله. محمد، بعد التحية ضعنا في تفاصيل آخر الاستعدادات قبيل إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 وأجواء هذا الحدث التاريخي والإنجاز المصري الجديد. صحيح، يعني التفاصيل كلها سوف أطلعك عنها. نحن الآن في بداية داخل قاعدة كاب كانيرفل الأمريكية، القوة العسكرية الأمريكية للفضاء والقوات الجوية. من هنا سنتابع وسنشاهد في خلفيتي هنا إطلاق القمر المصري نايل سات 301 11:03 بالتوقيت المحلي. قبل 6 ساعات من موعد الانطلاق دخل الغرفة الخاصة، غرفة التحكم الخاصة أطراف المتعلقين بعملية الإطلاق، المالك النايل سات ويمثلهم المهندس اللواء حمدو منير وأيضا الدكتور عبد الغني والشركة الاستشاري شركة تيلسات والشركة المطلقة للقمر سبيس إكس ممثل عنها والشركة المصنعة للقمر تالس. هذه الأطراف هم الآن داخل هذه غرفة التحكم. إعطاء الأمر جو ببدء عملية الإطلاق تأتي من قبل ممثل النايل سات داخل الغرفة لبدء الإجراءات التي تسبق إطلاق القمر في 11 مساء مثلما أشرنا و3 دقائق مثلما أشرنا. عمليات تشغيل للقمر والإجراءات الأولية بدأت بالفعل وتم إعطاء الإذن من قبل نايل سات لبدء عمليات الإجراءات قبل منذ ساعة تقريبا. تم إخلاء الموقع الخاص بإطلاق القمر من الفرق الموجودة في موقع الإطلاق التابعة لسبيس إكس بعد التشاور مع الأطراف الثلاثة استعدادا لأخذ الإجراءات لانطلاق القمر إن شاء الله. قبل إطلاق القمر تقريبا ب50 دقيقة سيتم تشغيل بطاريات القمر نايل سات 301 على البطاريات. قبل انطلاق بربع ساعة سيتم ملء خزان الوقود الخاص بفالكون 9 الصاروخ فالكون 9، وحينما يتم ملء صاروخ فالكون 9 بخزانه بالوقود هو إذانا بانطلاق بدء عمليات اطلاق الصواريخ ولا عودة عند هذه النقطة. قبل كل هذه المراحل وقبل ربع ساعة من ملء خزان الصاروخ الخاص بفالكون 9 من الممكن أن يتم مراجعة الإجراءات والتوقف على كافة الأحوال الخاصة بالصاروخ وبالقمر. هي إجراءات دقيقة للغاية وإجراءات احتياطية للغاية، لكن حتى هذه اللحظة الإجراءات تسير على ما يرام. وأول إجراء يتم اتخاذه في هذا التوقيت منذ الصباح هو أحوال الطقس. أحوال الطقس مواتية للغاية بنسبة 60% لإطلاق الصاروخ فالكون 9 حاملا داخله أو بأعلى قمته الكبسولة التي تحمل 301. الحرارة ستكون 28 درجة تقريبا وسرعة الرياح ستكون 11 ميل إن شاء الله في الساعة وفي غطاء سحابي بنسبة 2%. هي أجواء مواتية للغاية لانطلاق القمر المصري نايل سات 301. وإحنا مع حضراتكم أول بأول من داخل غرفة التحكم متابعين لحظة بلحظة كيف تتم الإجراءات التي تسبق انطلاق القمر نايل سات 301. مثل ما أشرت يوسف بالتأكيد هو حدث تاريخي بيحافظ على حقوق مصر في الفضاء. مصر لها حقوق لابد من المحافظة عليها في الفضاء. لو رجعنا لا يوجد في أي توقيت أن يكون هناك قمر صناعي واحد موجود في المدار الخاص بمصر هو 7 غرب. في 2010 تقريبا كان 3 أقمار 101 و102 و201 كانوا يعملون جميعا. النهاردة 201 بيأدي دوره و301 إن شاء الله لما يصل إلى مداره سوف يكون بتأدية دوره. مصر بهذه الخطوة بتحافظ على حقوقها في الفضاء، ايضا بتطور الشركه من نفسها، شركه نايل سات بتطور من نفسها وبتطور من حقوق مصر الفضائيه. كل مشغلي الاقمار الصناعيه يضيفون الان خدمات الانترنت فائق عالي السرعه على خدمات الاقمار الصناعيه حتى تتطور الاقمار الصناعيه مع التطور الرهيب الحادث في تكنولوجيا الموبايلات والابلكيشن وما الى ذلك. اليك يوسف. موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله كنت معنا مباشرة من فلوريدا وهذه الجولة المفصلة والساعات القليلة المرتقبة على هذا الحدث التاريخي. شكرا جزيلا لك زميلي محمد عبد الله من فلوريدا.